التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حضورنا الكرام الذي يتشرف هنا ميدان سيف العرب، أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة من انطلاقات الخير والبركة الذي خصص للأبكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل. أتمنى التوفيق لكل الشعارات الحاضرة هنا مع هذه الانطلاقات الصباحية. أتقدم مع المركز الأول، أتابع الصدارة في هذه اللحظات، مرموقة مرموقة على المركز الأول. النقلة على المركز الثاني، وتابع القدوم في هذه اللحظات من الراعبية القادمة، الراعبية ومبارك بن حمد بالعود العامري. والمركز الثالث الصدارة، نعم هنا الصدارة مع حفلة لعيسى بن مبارك بن مرخان، هنا من يتابع حفلة على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر، هناك وصايف القادم، عتيبه بن سالم النايلي الشامسي قادم هنا مع وصايف على المركز الثاني. نقلتنا على المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات، القدوم من الحذرة مشري بن سالم بالعرق الحميري. المركز الرابع، المركز الرابع قدمت هنا وحضرت غادة صالح بن محمد بن سالمين العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس غادة القادمة في هذه اللحظات، ولكن الحضور يأتي هنا من الراعبية. وقال مضمرين بكار شعار، كل محضر بكرته في وعدها، الشاعر القادم مبارك بن حمد بن العود العامري. هكذا هي نتيجتنا لهذه الأسماء المتقدمة الحاضرة هنا على أرضية ميدان سيف العرب. بالفعل أقطع من السيف، ولكن نعود إلى الصدارة. حفلة حفلة حفلة، عيسى بن مبارك بن مرخان يتقدم هنا مع حفلة على المركز الأول. صدارة الأسماء، صدارة الشعارات، حفلة لا زالت تحتفل بمسار هذا الشوط وقيادته. بالفعل المركز الثاني القادمة سحامة، سحامة القادمة بهذه السحامة الحسين بن يروان القادم هنا مع سحامة على مع هذا الانطلاق. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الحذرة مسري بن سالم بالعرطي الحميري وبن سالمين العامري القادم مع غادة. على المركز الرابع صالح بن محمد بن سالمين العامري. المركز الخامس وصلت طيف، طيف القادمة، أول نداء لطيف محمد بن سعيد بن سبت آل خيلي. ولكن شوف الحضور يأتي من مبارك بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي مع ومضى القادمة في هذه اللحظات. ولكن نعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، شوط المحليات الأصايل لأبناء القبائل. الصدارة مع حفلة، القيادة مع حفلة، مع حفلة. عيسى بن مبارك بن مرخان، يا أبو مبارك يا أبو مبارك ركز، الشوط يبغي له تكتيك، يبغي له تركيز. ولكن القادمة سحامة القادمة حسين بن يروان، بن يروان القادم على المركز الثاني. النقلة على المركز الثالث، وامضي القادم مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. ولكن حفلة 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 على المركز الأول. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، أصعب كيلو في ميادين الخليج. عيسى بن مبارك بن مرخان يقدم حفلة مع مقدمة الأسماء. المركز الثاني القادمة سحامة حسين بن يروان. المركز الثالث وامضى، وامضى القادم مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي القادم
على المركز الثالث. شوف الأسماء القادمة في هذه اللحظات. شعار بن سالمين العامري ولكن حفلة 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 على المركز الأول. حفلة على الصدارة مذخورة ليوم الاحتفال. الله يا أبو مبارك يا أبو مبارك. بن قطامي قادم في هذه اللحظات. بن قطامي قادم مع ومضة على المركز الثاني ولكن حفلة حفلة. دور لي فرك ضياير دور لي يوم الملاقات شرك. ما يهون ركضها خلة انطاها التحرك كأنها بقوة محرك وتجاوز دون ما تظهر عصاها. من ضجيج الصوت تيفل والتحرك تندفع وتخلي يسبق وراها. وكل ما عدت النظر فيها تجرك في ملامح ويها ولا عضاها. وعلى مشد بطانها يا ابو مبارك لزيز زرك وضلعها من مجد ما غطى قفاها. سلام سلام بالفعل مرغم. اسعد الله صباحكم بكل خير على فوز. حفلة 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 عيسى بن مبارك بن مرخان. اسعد الله صباحك بكل خير على فوز. حفلة بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت ومضى لمبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. المركز الثالث الاندلس لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحباب. بالمركز الرابع متعب لمحمد بن حمد بن عمران الكتيبي. المركز الخامس غاده لصالح بن محمد بن سالمين العامري. هكذا هي النتيجه. التوقيت الزمني ساعه وصول حفله 6 دقائق و14 ثانيه. وسلام مرغم سلام. مسعود